نحن ملتزمون بتنفيذ هذه التوصيات قدر الاستطاعة، بالأخص فيما يخص الأمور المالية وفيما يخص المسار الوظيفي لكل من ينتمون إلى أسلاك الطب. أنا ملتزم به قبل نهاية السنة إن شاء الله. الأطباء تاعنا من أحسن الأطباء في العالم. عندنا منظومة نحترمها، أدات ما عليها، نصلحها باش يفوت المرحلة الأخرى. تعكف الجزائر اليوم على تنفيذ توصيات تجديد المنظومة الصحية المنبثقة عن ملتقى وطني أشرف عليه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون. الملتقى الذي شهد ثمان ورش حملت شعار رؤية جديدة، نظام عصري وخدمة المريض، وهو ما يعكس الأهمية البالغة التي توليها السلطات العليا في البلاد للنهوض بقطاع الصحة. اختتم الملتقى بعدة توصيات لإصلاح المنظومة الصحية بالاعتماد على مقاربات حديثة قائمة على التخطيط والتقييم والفعالية في التسيير، إلى جانب تنظيم شبكات الخدمات الصحية المتخصصة وتعزيز الوسائل الصحية بالهياكل والموارد البشرية ومراجعة تنظيم الخدمات الصحية المقدمة في كل من الاستعجالات الطبية الجراحية وضرورة إرساء التكامل وتعزيز الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص. في بداية سنة 2022 كانت فيه جلسات طبية بعد ما كانت جلسات ولاية وبعد جهوية وبعد أصبحت جلسات وطنية، وكان لنا الشرف الكبير أن السيد رئيس الجمهورية بعد اختتام الجلسات جاء سمع توصيات نتاع الجلسات وفي كلام وعطانا كل الثقة وكل التعليمات للعمل لتحسين المنظومة الصحية. احنا كأطباء في الحقيقة نشوف أن الأولوية هي الاستعجالات، استعجالات الطبية والجراحية. فيه مصالح استعجالات داخل المستشفيات وفيه عيادات متعددة الخدمات تشتغل 24 ساعة على 24 ساعة. حبينا نعطيها دفعة قوية قوية جدا، وانطلقنا في عمل لتهيئة العيادات المتعددة الخدمات اللي تصبح عيادات جديدة ومؤهلة ومجهزة بكل الوسائل لتقديم خدمة اللازمة للمريض. فيه كذلك ورشات أخرى بالنسبة لهذا يهم إعادة المنظومة الصحية ويتطلب وقت كبير، هو النظام التعاقدي، هذا ضروري جدا جدا وتمشي معاه الرقمنة. إن الاختلالات التي شهدتها المنظومة الصحية في الجزائر عجلت بمجيء قطار الإصلاحات التي تم إجراؤها على مختلف سياساتها وبرامجها، سواء على مستوى البنى والهياكل أو على مستوى مواردها البشرية، الأمر الذي استلزم ضرورة التكيف مع الواقع الجديد الذي تشهده المنظومة الصحية على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي، وكذا التحولات التكنولوجية وتحديات العولمة. نحن لازم إن شاء الله المريض اللي راح يشوفنا وينتظر إن شاء الله في أقرب وقت أن نلبي طلبة نتاعه ونحسن المنظومة نتاعه، لأن كلنا إلا في العمل. عندنا تعليمات من سيد رئيس الجمهورية وأكد أن تكون فيه إصلاحات منظومة صحية، وأكد وقال أن الأطقم الصحية أو العمال يكون من الآخر السنة إن شاء الله نقضي على عدة مشاكل وإن شاء الله نفوتوا ونكونوا في أمور حسنة. يأتي هذا ضمن مساعي الدولة إلى تحسين الرعاية الصحية للمواطنين مع توفير الإمكانيات الملائمة لمنتسبي قطاع الصحة، مما يضمن لهم القيام بواجباتهم في أحسن الظروف. اليوم الدار البيضاء استفادت من عيادة صحية ونحمد ربي، سي تان بليزير لينا هذه، واستنينا شحال عندنا وحنا نستناو فيها،
وان شاء الله تكون لا كونتينيتي وتكون ان شاء الله يكون لي ميديسان يكونوا كاملين واجدين ان شاء الله. وسي بليزير دوك باش انت تبدا ديبلاسي من هنايا لزميل لي مشاكل وكذا. الحمد لله والله غير استنينا شحال هذه ونحمدوا ربي ونشكروا على هذه الانجاز هذا. اوغي خصوارا نتشا نسوى زدي بارك الله في ولي خمن لوبيطال امك اسنر تجميل تم قرات يقادي فنان لوبيطال امك عقلي صافي تورا حتى 12 يوم يجي متسواني هذاك نكون في غيماني واعطيت نصحه رفض السندم قرن سيدي ربي من نهار دارونا العياده هذه الله يبارك يعني ما شاء الله ارتحنا نجيو لهم يستقبلونا طب ما شاء الله الفرام الاساسيين يعني ما شاء الله الله يبارك يقوم نجونا في الليل نجيو في النهار قايمين بنا سيرتو انا عندي المرض المزمن تاع القلب وعندي اللازم تخرج لي الحساسيه دائما نجي لهم يقوموا بيا يديروا لي باري يسعفوني دي فوا نقعد معاهم هنايا دي فوا يعني الحمد لله. أضحى الاهتمام اليوم بالمنظومة الصحية الوطنية من الضروريات الملحة، إذ يمكننا من تعزيز المكتسبات المحققة من جهة، وضمان الحق في العلاج لكافة فئات السكان من جهة أخرى، إذ يتحقق ذلك عن طريق إدخال إجراءات تنظيمية تمس جميع مكوناتها، وعلى رأسها المستشفيات التي تعتبر المحور المركزي لمنظومة العلاج والعامل الرئيسي الذي يقف وراء نمو النفقات الصحية، ناهيك عن المؤسسات العمومية للصحة الجوارية التي تتشكل من العيادات المتعددة الخدمات وقاعات العلاج التي باتت اليوم تتكفل كلية بالوقاية والعلاج القاعدي والجواري، ناهيك عن أقطاب الاستعجالات الطبية. أحمد بن عبيد مؤسسة متخصصة في الاستعجالات الطبية الجراحية، نعتبروها حنايا كأطباء أخصائيين وكأسرة طبية على العموم مكسب للولاية والمنطقة ككل. دوبي لو برومي جور يعني اللي جينا فيه لهنا أون إيتي سور بري كوم براتيسيان بلو ديسبوزيتيف اللي كاين لهنا بكامل لو بلاتو تكنيك اللي كاين. شوز كي فا نو فاسيليتي لا بريزون شارج، راح تسهل لنا لا بريزون شارج تاع الامارات تاعنا وراح تاسورينا اون ميور كاليتي دو سوان، وهذا واش اللي نحوسوا عليه ان شاء الله. الحمد لله نحن في تحسن مستمر، نقدم خدمات خدمات في المستوى ان شاء الله. نحن نعمل توجور دوني لو ميور دو نو ميم بور لي سيتويان ديال الحناشه، والحمد لله نحن سنبقى هكذا من اجل تحسين صورة الصحة بصفة عامة والرقي بالقطاع. ونسعى كإدارة وكأطباء لتقديم الأفضل للمواطن وكذلك تحسين الظروف الخدمات للموظفين كأطباء أخصائيين أو عامين أو شبه طبيين. اليوم وفي أقل من سنة على انعقاد الملتقى الوطني لتجديد المنظومة الصحية، تم تجسيد على أرض الواقع مشاريع عدة ترمي جميعها إلى تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطن. وعلى سبيل المثال للحصر، المستشفى الجامعي بولاية تيزي وزو قسم الاستعجالات الطبية، المؤسسة العمومية الاستشفائية لدائرة وادية لذات الولاية، والمؤسسة العمومية للصحة الجوارية إفرحونان، المستشفى الجامعي لمصطفى باشا قسم الاستعجالات بالعاصمة، وعيادة متعددة الخدمات لبلدية الحنانشة بولاية سوقهراس، مشروع إنجاز مستشفى 120 سرير لبلدية أوروش، وقاعة العلاج ببلدية ولاد علي لذات الولاية، ناهيك عن عيادة متعددة الخدمات لدائرة راس الواد بولاية برج بعريريش، إضافة إلى مستشفى الحروق الكبرى بولاية وهران. Il y a dénaturé la santé Adna, c'est les urgences. Les urgences, parce que l'urgence, la famille panique, le praticien n'est pas à l'aise, n'est même pas à l'aise pour dire la vérité aux gens, mais il m'a fait. Pour ça, le truc qu'on a dit dans toutes les grandes villes, dans toutes les grandes capitales régionales, dire le service à les urgences.
حاج 24 تحت في البرج 150 لي مليح صافي على 120 لي dans une semaine il était prêt et on devait inaugurer le 20 تشوف تلاحظها انت بنفسك باللي لا تمبيراتور و بيس هو ليسونسييل سي كو المواطنين نخبرهم باللي يا غران تو بي صرفيت ليلات ومن غيره ما كانش لي زيرجونس وي لي زيرجونس لو سوار لا ماتان بونور لا كذا يمشيو ليلات هذا نورمالمون دون ان موان ان شاء الله او بلي تار دونك سيرا اوبيراسيونيل اي فو افوار دي زوبيتو سبيسياليزي وي Les urgences, c'est comme si c'était un service de médecine générale. Oui. Mais ces jours, ils sont orientés vers les hôpitaux spécialisés. Ça, c'est le stade supérieur, Inch'Allah. Inch'Allah, nous sommes là. Il y a des wilayas qui sont assez bien dotées, d'autres wilayas où il n'y a rien. إن إصلاح المنظومة الصحية تتطلب سلسلة من الإجراءات ذات طابع تنظيمي، تسييري ومالي. تسمح بتحسين فعالية قطاع المستشفيات العمومية وجعله أكثر تنافسية، وإصلاح المستشفيات يعد اليوم جزءاً لا يتجزأ من إصلاح المنظومة الصحية الوطنية بشكل عام.